من هنا من امام مقر اقامه المنتخب المغربي بفندق مونفي بفندق مونفي بشير هنا بالكاميرون اللي كيتواجد في منطقه تسمى الجولف، منطقه معروفه بهدوءها وخاصه تعزيزاتها الامنيه بحكم تواجد الفندق بجوار المدخل الرئيسي لقصر رئاسه جمهوريه الكاميرون بول بيا. ما نطولش عليكم، نخليكم مع هذه المشاهد وهدوء الطبيعه. كان معكم عز العرب من نايبات كاميرون يا وندي.